جد يا شباب بدنا نبلش قصص من هون لو سمحتوا من هون قصص قصص بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. إنا لله وإنا إليه راجعون. عظم الله أجركم وأحسن عزاكم وغفر للمتوفى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون مثواه الجنة. أما بعد، فالوقوف يا إخواني في هذا المكان بدون الكلام هو أكبر موعظة، ولكن نستجيب جميعا لأمر الله سبحانه وتعالى. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Thank you.
دكتور. وفي بيوت الله عز وجل، فنتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء لعلنا إن شاء الله تكون ساعة استجابة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر له وارحمه وتب عليه يا أرحم الراحمين. اللهم إن كان محسنا فزد بحسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز اللهم عن سيئاته. اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اغسله من ذنوب وخطاياه بالماء والثلج والبرد. اللهم نقي من ذنوب وخطاياه كما نقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. ولا تجعله حفرة من حفر النيران يا رب العالمين. اللهم إنه جاءك فقيرا إلى رحمتك، فارحمه يا رب العالمين، واعفو عنه يا أكرم الأكرمين. اللهم ادخله فسيح جناتك. اللهم اجعل ملائكة زوارة. اللهم اجعل ملائكة زوارة. اللهم اخلف على أهلي يا رب العالمين. اللهم أجر أهله في مصيبتهم واخلفهم خيرا منها يا رب العالمين. اللهم وجه قلوبنا إليك. اللهم اجعلنا من المقبولين. اللهم اجعلنا من أهل المساجد يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الدعاة إليك وإلى رسولك في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وعظم الله أجركم يا أخوان.